قانون فيه حوالي 80 مادة، لكن له يعني صورة عامة له ان احنا بنفتح المجال قدام ان يكون هناك سوق تنافسي بجانب السوق المنظم حاليا اللي هي الدولة او القطاع الكهرباء بيقوم انتاج الكهرباء وبيعه الى المستهلك. احنا برضو بنفتح السوق الى الاستثمار لرأس المال المحلي والاجنبي في مجال انشاء محطات لانتاج الكهرباء، لان احنا بننظر لقدام. طبعا لو حضرتك شفتي ان سنة 2022 احنا محتاجين ان يكون عندنا مركب في الشبكة حوالي قرب من 80,000 ميجا، احنا عندنا 30,000 تقريبا. فالاضافات دي كلها لن يكون للدولة قبل بانها تقوم بها كلها، وزي ما كل العالم بيعمل احنا بنفتح المجال قدام الاستثمار. زي ما حد بينشئ مصنع اسمنت، مصنع حديد وهكذا، فاحنا برضو بنسمح بانتاج الكهرباء، او القانون سيسمح بانتاج الكهرباء من المستثمرين ويضخ في الشبكة وتستخدم الشبكة، وهي هيبيع بقى مباشرة من المنتج للمستهلك لبعض المستهلكين، ويستخدم شبكة الكهرباء في نقل الكهرباء من نقطة إلى نقطة. معالي الوزير، كيف يمكن الاستفاده من الطاقه الشمسيه فيما يخص المواطنين في البيوت العاليه السكنيه؟ ما فن يعني حاجتين اساسيتين، انك تستخدم السخانات الشمسيه لان دي برضو بتحط عبء كبير جدا على الطاقه الكهربائيه، والسخانات الشمسيه مفيده جدا في هذا الامر. الجزء الثاني حضرتك تركب الروف توب يونتس اللي هي الوحدات اللي بتركب اعلى المباني زي اللي موجود هنا اهوت، وتقدر تركب حاجه تتناسب مع مساحه السطح اللي موجود عند حضرتك، 5 كيلو وات 10 كيلو وات حاجه بالشكل ده، برضو هتجيب لحضرتك عائد، لانه التعريف التغذيه مصممه بحيث ان يكون لك عائد على الاستثمار في حدود حوالي 12% او 13% تقريبا. طب ازاي الوزاره ممكن تساعد المواطنين ان هم يستخدموا وتشجعهم ان هم يستخدموا؟ ما فن احنا شجعناهم ان احنا هنشتري الطاقه اللي هينتجوها تدخل الشبكه عندنا يعني. بخصوص المعدات يا فندم، فيما يخص توفير المعدات لا فندم، اولا احنا عملنا ان اللي بيركب هذا الكلام شركات متخصصه وبيتم اعتمادها من هيئه الطاقه الجديده والمتجدده، عشان مش اي واحد يركب اي حاجه. في اظن تم حتى الان حوالي 40 او 45 شركه تم اعتمادهم. حضرتك بتروح للشركات ديت وهي فاهمه بتعمل ايه، تقدر تركب هذا الكلام. وحضرتك تقريبا في الوقت الحالي الكيلو وات يكلف حوالي 10,000 جنيه او اقل شويه يعني، ده الامر. لكن زي ما قلت لسيادتك حضرتك بتسترجع اموالك دي في حوالي 6-7 سنوات، واحنا هنشتري منك الطاقه اللي تنتجها بهذا الامر لمدى 25 سنه، فيعني انت مجرد استرجعت مالك ومع ذلك ابتدت تعمل وسيله ايضا للدخل والعائد لك. انا مضطر امشي بقى عشان كده.